في بلداننا رسموا لنا خطوط حمراء كثيرة حتى صارت الأرض حولنا كلها حمراء. فالرسول خط أحمر والخلفاء خطوط حمراء ومعاوية خط أحمر وأبو هريرة خط أحمر والبخاري خط أحمر وأخيرا حتى الشعراوي صار خطا أحمر. ويا ويل من سولت له نفسه أن يتساءل عن الخطوط الحمراء، سيصير عرضه رخيصا ويناله من السب والشتم والتهديد ما لا تسعه المجلدات، وربما يتم سجنه أو سحله أو قتله ليكفر بدمه الأحمر عن حرمة انتهاك الخط الأحمر. حلقتنا عن الشعراوي وبكل وضوح. أسماء شريف إعلامية مصرية طلبت على صفحتها على الفيسبوك أن يرشحوا لها أسماء شيوخ يتمتعون بالمصداقية. اقترحت عليها متابعة اسم الشيخ الشعراوي، فأجابت بكل تلقائية: طول عمري كنت بسمعه مع جدي الله يرحمه وما كنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كم فيديو ما صدقتش نفسي من كتر التطرف، فعلا كلام عقلي ما عرفتش استوعبه، حقيقي استغربت. بدأت في الأول بعض التعليقات ترد عليها فقالت: حدور لك على الفيديوهات اللي خلتني أبطل أشوفه. هذه هي كل القصة، وبعدها عينك ما تشوف إلا النور. أم الدين الرحمة والسلام انهالت على الفتاة من كل حدب وصوب، بين منتقد وشاتم ومهدد، كلهم تحولوا إلى مدافعين عن الشعراوي، وتحولت هي إلى فريسة. فجأة تحول الشعراوي إلى قديس وأسماء إلى إبليس. رجموها بدل المرة 1000 مرة، بكت، صرخت، اعتذرت، بل صارت تطلب السماح من الشعراوي نفسه وتتمنى لو كان حيا. فتطرفه ربما أرحم من تطرف من كانت تعتقد أنهم حملان مسالمون. هل الشعراوي صار من المقدسات التي يحرم المساس بها؟ هل التساؤل عن تطرفه حرام؟ أما كان الأجدر أن يرد بالأدلة التي تثبت العكس بدل الهجوم على الشخص؟ ألا يحق لأي شخص أن يتساءل هل كان الشعراوي متطرفا أم لا؟ إذا كان السؤال عن تطرف الشعراوي يثير هذا الغضب والعداء والهجوم ونحن في القرن 21، لكم أن تتخيلوا ماذا كان يحصل للمساكين الذين تجرأوا في العصور الغابرة وتساءلوا عن شخصيات أخرى أكثر قدسية من الشعراوي. كم من أسماء شريف أعدمت، وكم من أفواه أسكتت، وكم من رؤوس قطعت. إذا كان الشعراوي بشرا فالبشر يحاسبون وينتقدون سواء كانوا أمواتا أم أحياء، وإذا كان الشعراوي ربا فالذين يمنعون انتقاده هم عباد الشعراوي إذن. فما هي حقيقة الشعراوي؟ هل هو شيخ معتدل أم شيخ متطرف؟ هل أسماء شريف كانت على حق أم كانت على باطل؟ هل فيديوهاته فيها تطرف أم كانت تفتري على الشيخ دون دليل؟ دعونا نخوض في هذا الموضوع غير مبالين بألوان الخطوط لنرى الحقيقة وبكل وضوح. أهلا بكم مع رشيد. حقيقة الشعراوي، حقيقة الشيخ الشعراوي، التويتة بتقول فيها: نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة. الجواب: مفيش أحسن، طلعي دروس الشعراوي، مفيش أحسن منه. طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه وكنتش فاهمة كل حاجة، وبعدين قالت: شفت كم فيديو ما صدقتش نفسي من كتر التطرف. ده اللي جاب المشكلة. لما جاوبوها الناس قالت: حدور لك على الفيديوهات اللي خلتني أبطل أشوفه.
الناس طارت. لكن أيام زمان لما كان البابا شنودة، السلفيون نفسهم، يا شنودة لا قداسة، أنت رمز للنجاسة، حملوا أحذية وحملوا لافتات على مرأى ومسمع من الجميع، ما حدش حرك ساكنا. لماذا؟ لأن هؤلاء مسيحيون. لكن لو الشعراوي يطلع الكل، فين إعلام؟ فين الناس اللي تكلمت؟ ولا حد. قداسة البابا يصير نجاسة ما فيش مشكلة، لكن الشعراوي أبدا ما تقولش عنه متطرف. إذن ما هو الاتهام؟ الاتهام أن الشيخ الشعراوي شيخ متطرف. نعم أم لا؟ ما فيش منطقة وسطه. طب إيه هو التطرف؟ ما هو التطرف؟ من الطرف، طرف الشيء منتهاه، يعني نهايته. طرفت الناقة بالكسر إذا تطرفت، أي رعت أطراف المرعى ولم تختلط بالنوق، أي هو الغلو في الشيء أو المغالاة. طرف القلم هو نهايته، طرف القلم هو نهايته، الطرف مش في النص، الطرف في النهاية. إذن الطرف هو المغالاة، الابتعاد إلى أقصى حد ممكن، هذا هو التطرف. هل فعلا الشعراوي ذهب إلى أقصى حد؟ هنشوف، هنقارن بين الشعراوي وداعش، لأنه مثلا داعش هي عنوان التطرف عند الكثيرين الآن. أهم سمات داعش: الخلافة، تطبيق الحدود، كراهية اليهود والنصارى وكل الكفار، الغزو والحرب والسبي، عدم الاعتراف بالقوانين الوضعية، ما فيش حكومات، ما فيش قوانين غير الشريعة، موقفهم من المرأة والحريات الفردية. ده يعني اختصار، حطيت ست سمات بارزة، ممكن تحط أشياء كثيرة، لكن ست سمات بارزة لداعش اللي بيتهموها بالتطرف. هنشوف الشعراوي هل آمن بنفس الشيء ونادى به. خلينا ما نضيعش وقت ونشوف أول فيديو للشعراوي، نشوف مباشرة. فستواجهون عنفا، وتواجهون شراسة، وتواجهون مكرا، وتواجهون كيدا. إياكم أن تخوروا، لأن لكم مهمة، هذه المهمة هي إعادة الخلافة للمؤمن في الأرض. وكل الذين حاولوا أن يخرجوا عن ملك الله بمعصيته ستحاربونهم، ولن يسلموا لكم الراية يسيرا، بل سيتكالبون، فكونوا أنتم أشد منهم قوة، واستعينوا بالصبر. الشعراوي آمن بالخلافة، ما كانش ولا مرة ضد الخلاف. الشعراوي آمن بأن مهمة أي مسلم مؤمن على هذه الأرض هي الخلافة، أن تنتصر الخلافة، أن يسود الإسلام في العالم كله، مش في مكان واحد، مش في مصر فقط، في العالم كله، ويحكم الإسلام. آمن بالخلافة دون شك. هذا جزء واحد، الفيديوهات كثيرة، لكن هذا جزء واحد يوضح إيمان الشعراوي. إذن خلينا نعمل: داعش آمنت بالخلافة، والشعراوي آمن بالخلافة، ده رقم واحد. نشوف رقم اثنين: تطبيق الحدود، الصارخ والجلد والرجم، هل آمن بهم الشعراوي أم لا؟ حتى نعرف هل هو فعلا كان متطرف أم افتروا عليه كما يقول أنصاره. خلينا نشوف الفيديو الثاني. لكن احنا لما نقول طعوا الأيد يقول لك يا سلام، ايه البشاعة دي يا شيخ البشاعة؟ والبشاعة يعني مش في هيروشيما لما عملت قنبلة كده عمال أثرها لسه في اللي بيتولدوا النهاردة؟ والبشاعة ما تجيش في باخرة بتغرق، طيارة بتسقط، بشاعة ايه؟ طب الحروب اللي انتوا بتشنوها دي ما تشوف المعوقين منها قد ايه؟ ايه المعوقين؟ كتير قد اكتر من كده ولا مش اكتر؟ تبقى ايه الرحمة العمقاء ولا كراهة؟ ألا كراهة لحدود الله؟ ولذلك انا قلت مرة من عرفة، خطبة عرفة للناس جميعا، قلت ارجعوا إلى حكامكم وقولوا لهم اقطعوا يد السارق، فالذي لا يقطع يد السارق في نيته أن يسرق خايف على إيده، خايف على إيده، إيده بتنمل، نجيب له سيرة القطع، إيده تنمل، إيده تنمل. نعم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. شوف بقى، شوف الكلام اللي يوجع والله، هذا هو الحكم: إن كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر، يعني وإن ما عملتوش يبقى فيه شك في أنكم آمنتم بالله وباليوم الآخر. هنا بقى اللي بنجلده 100 جلدة ده مين غير المحسن اللي مش متجوز، إنما المتجوز لحكم تاني. الحكم التاني بتاع المتجوز مين اللي عمله بقى؟ من تشريع رسول الله. قال لك الله إزاي يعني؟ قال لك لأن رسول الله، لأن القرآن مش جاي كتاب منهج بس، ده القرآن جاي معجزة وجايب أصول المنهج. وبعدين جي في آية منه كده وقال إحنا وكلنا الرسول في إنه يشرح. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب والحكم الذي يؤخذ من القول، مش ممكن القول ده نقعد نقلب فيه كده ونجيبه مش عارف إيه. طب والحكم الذي يؤخذ بالفعل من المشرع، ده فعل مش قول تقدر تتلكك فيه وتقول لا ده النص مش عارف ايه ده دي نفهم فيها كده، ده فعل. والرسول فعل ولا ما فعلش؟ يبقى ده هو الايه. النبي عليه الصلاه والسلام لما اقر الماعز الغامديه ماذا؟ المراه اللي من بني لخم وبني مش عارف ايه رجمها. يبقى فعل الرسول نفسه مش قول، لان القول انه يمكن نقدر ايه نتمحك فيه ونقول ونعمل، لا ما بقى ايه ده فعل. وهل الرسول قال لك مفوض؟ وما دام مفوض من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول لك ايه الحكم ده جه في القران. تقول له ايوه جه في القران، من ايه؟ تقوم تقول له ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الشعراوي آمن بحد السرقة، آمن بالجلد، آمن بالرجم ايضا، وقال بان اقوال الرسول وافعاله تؤكد حصول الرجم، خصوصا في حادثة المرأة الغامدية وحادثة ماعز. فإذا في أدلة كثيرة تثبت أنه آمن بإقامة الحدود، بل وخطب في عرفة وقال ارجعوا إلى حكامكم وطلبوهم بتطبيق حد السرقة. حد السرقة لازم يطبق. الناس استبشعوا داعش بتقطع الأيدي، استبشعوا داعش تقيم حد الرجم وتجلد الناس. لا، لو كان الشعراوي حيا وقت داعش لكان يصلح أن يكون مفتي داعش دون نزاع، لكان يصلح أن يكون مفتي داعش. ثم قال يعني ما أنتوا أخذتكم رحمة، في طائرات بتموت الناس، في حوادث سير، في حروب، يعني طالما أنه في حروب وفي تشوهات بتحصل في الحوادث يلا نمشي حتى حد السرقة، يعني مش هيضيف الكثير يعني. فالمنطق عنده أعوج، ويقولون أنه غير متطرف. ثم قال الذي لا يريد تطبيق حد السرقة ينوي أن يسرق. لا، في ناس كثيرة تدافع عن مثلا عقوبة الإعدام وهم ليسوا قتلة، يدافعون عن يطلبون برفع حكومة أو حكم الإعدام فهم ليسوا قتلة. حينما تنادي بحقوق الإنسان لا، هذا لا يعني أنك توافق على عمل السارق ولا على عمل القاتل ولا عمل غيره. منطق أعوج، هو يريد أن يقنع الناس بالحدود ويستخدم منطق أعوج، ثم يقولون لك معتدل. إذا كان هذا هو الاعتدال فقولوا لنا ما هو التطرف إذن. إذن تطبيق الحدود داعش والشعراوي الاثنان يتفقان على تطبيق الحدود في كل مكان، في كل مكان، في كل بلد إسلامي، في كل بلد إسلامي. خلينا نشوف معاداة الكفار إذن. ما رأي الشعراوي في المشركين اللي هم مش مسلمين، الذين أشركوا مع الله عزير، والذين أشركوا معه المسيح، والذين أشركوا معه البقر والشجر، والذين أنكروا حتى ألوهيته وقال له أشياء كثيرة، ما رأيه في بقية العالم من دون المسلمين؟ خلينا نشوف رأي الشعراوي. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجس، النجس هو الشيء المستقذر اللي النفس تتقزز منه. طيب يا أخي يمكن هم مش شكلهم بيبقى حلو مثلا ويمكن لابسين كويس، ولا أم قال لك ده القالب. إنما الكلام بالله، وحين يتكلم إنما يتكلم عن الإيه؟ عن المعاني وعن القلوب. إن الله لا ينظر إلى إيه وإنما ينظر إلى إيه؟
يبقى إذن العقيدة نفسها قذرة ونجسة. إنما المشركون نجس، ومدام نجس الأماكن التي لا يدخلها إلا الإنسان طاهر ما يقربوش منها بقى. عمل النجاسة المعنوية إيه؟ زي النجاسة الإيه؟ الحسية. يبقى لا يقرب المسجد الحرام بعد ماذا. وبعد ذلك بعض العلماء أم قال لك ده مدام ربنا قال عليهم نجس يبقى نجس ولازم يكون فيهم نجس مادي. قعدوا يتصيدوا النجس المادي ده يبقى في إيه مثلا. أم قال لك يا أخي ابقوا شوفوهم كده وعلشان خاطر الإيمان ابقوا شموهم تجدهم زنقين زي ما بيقولوا. ليه؟ لأنهم لا يتطهرون من حدث ولا يغتسلون ولا من جنابة. شو بقى اللي ما بيتطهرش من حدث ده ولا من حدث ولا يغتسل من جنابة؟ لما رحنا الجزائر ما وجدناش في البيوت حمامات. فرنسيين ما كانوش يعملوا في البيوت حمامات. حمام ده يعني مسألة ده ما يروح في حمام في البلد لما كل 20 كل قد ايه كده يبقى يروح مرة يستحمى بره في الحمام بره. ما فيش في البيوت حمامات. ما عرفوهاش الا لما ايه الا لما تحرروا ورجعت لهم قواعدهم الإيمانية. لكن البيت الإيماني فيه الحمام فيه بيت الماء. ليه؟ لأنه مبني على الطهارة. كل ما يدخل يتطهر. دوك ما بيعملوش العملية دي. طب اسمع، جرب في واحد أو جرب في نفسك وقعد أسبوع ولا 10 أيام كده ما تغتسلش وشوف إيه اللي يجرى. يجرى كتير قوي فتبقى المسألة نجس يعني برضه نجس حسي. لما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد. بعضهم قال لك والله لو أنني سلمت على مشرك ويده رطبة. شوف الفارق، في فرق بين إيده رطبة وإيده جافة ناشفة. إن سلمت عليه ويده رطبة لابد أن أغسل يدي. إنما إن سلمت عليه وإيده جافة ناشفة بكفاية أن أمسحها، تنفع المسح ينفع يعني. يبقى إذن إيه ده؟ ده احتياط علشان يبين لك إن دول يجتنبوا. فإذا كانوا يجتنبوا قوالبا يبقى يجتنبوا قلوبا ولا ما يجتنبوا شيء. إذن إذا سلمت على المشرك وإيده رطبة روح اغسل تاني، توضى. لماذا؟ لأنه نجس قلبا وقالبا، داخليا وخارجيا. لو كانت إيده ناشفة امسح امسح، ما تروحش تغسل. معنى أنك تؤمن أن الأقباط في بلدك أنجاس. لا تقل للمشركين عن بتوع قريش، لأن بتوع قريش ماتوا، يعني ماتوا وأكل وخلاص شبعوا موت. فإذا هو كان يتكلم عن مشركي هذا العصر. المشركين في مصر قال أنه شموهم، ما هو الناس مصريين اللي بيستمعوا لي، شموهم، عملوا تجربة وشموهم عشان خطر الإيمان. شموا الأقباط لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون من جنابة، وكل الكلام اللي اتقال في الإعلام ولحد الآن يردد أن الأقباط ريحتهم وحشة، أن النصارى ريحتهم وحشة، لحد الآن يتردد بسبب الشعراوي. ثم يقولون معتدل. ثم الكذبة الكبرى أنه في الجزائر كانت لما كانت فرنسا محتلهم ما كانش في حمامات لحد ما تحرروا. يعني الإسلام هو اللي جاب الحمامات؟ ما هو الحمامات كانت في روما قبل الإسلام، والصابون اخترعوا البابليون 4000 سنة قبل الإسلام. ده في الإسلام نقرأ عن المسح بالحجارة ما في الصابون، وما نقراش عن الحمام. نقرأ عن سودة بنت زمعة طالعة برة وعمر يناديها ماشي وراها. حتى كانوا ينتظروا نساء النبي ينتظروا الليل حتى يطلعوا برة. فين كان حمام عندك؟ ده الرسول كان يبول وحط بتاعة البول تحت السرير. فين كان حمام عندك؟ انت اللي علمت الناس انه يعملوا حمام. انا من المغرب، والمغرب كان محتل من فرنسا، والبيوت اللي كان فيها الفرنسيون كانت فيها حمامات، والمدارس اللي انشاوها كان فيها حمامات، وانا درست في مدرسه انشاها الاستعمار وكان فيها حمامات. يا كذاب، انت مش بس متطرف، انت كذاب متطرف وكذاب ايضا. اذا خلينا نشوف معاداه الكفار. معاداه الكفار يؤمن بها داعش ويؤمن بها الشعراوي. قال لك مش متطرف. واحد يقول لك لو سلمت على واحد مسيحي وإيده رطبة روح اغسل إيدك. إذا لم يكن هذا التطرف، ده شيوخ تانيين أحسن بكتير صاروا أمام الشعراوي. إذا كان هذا هو الاعتدال فرحمة الله على الاعتدال أيضا.
خلينا نشوف الجهاد في سبيل الله. الآن ندخل الصح في العمق، الجهاد في سبيل الله بماذا يؤمن الشعراوي؟ نشاهد الفيديو. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. أدي بقى الكلام بقى ذكر براءة وادالهم مهلة 14 وإن ما كانوش نقصونا شيء نديلهم إلى مدتهم، وبعد ذلك نعمل إيه؟ يبقى نبقي مشرك لازم نقتله. فكان مقتضى معرفتهم بالرسول لأنه من أنفسهم، ومقتضى عجزهم عن القرآن ومضاهاته من أساليبهم مع أنهم مشهورون بالفصاحة أن يؤمنوا به. فما دام كان الأصل كده يبقى مش هنقبل منهم إلا القتل أو السيف أو الإسلام. لكن الغير ما نقولش لا السيف ولا الإسلام، يا الإسلام يا الجزي، ويفضل على دينك زي ما أنت. ولذلك واحد يقول لك إيه، واحد ما يشوفش واحد بيصلي يقول له يا أخي صلي، يقول لك يا شيخ لا إكراه في الدين، يقول له يا أخوة مش دية ده، لا إكراه في الدين يعني في قمة التدين، أنت حر في أن تؤمن بالله أو لا تؤمن. إنما إذا آمنت بالله وحسبت علينا إن خالفت شيء من الأحكام نديك على دماغك، اشرب خمر ما شئت ما دمت غير مؤمن، خلاص كده. إنما تبقى مؤمن ومسلم وتيجي تشرب نروح حدينك، إذني زي ما أنت عايز اخفى بعيد عنك، لكن تزني وأنت مسلم لازم تحد عنك. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، هذا القتل إزالة النفس لهم، وخذوهم، إما قتلتوش إيه خذوا، وخذوا يعني خذوا إيه أسير، اسمه الأخيذ. يبقى الأول إيه قتل، عز عليك القتل وتنمرض ها خذوا أسير. طب مرة قتل ها ومرة حاصر ومرة ايه نرصد ايه في كل مرصد. ام قال لك الاختلاف في مواقعهم من مواقع العداء للدعوة. اللي بقى كبير قوي كده وهو اللي بيصرف زي ما قال فقاتلوا ائمة الكفر اللي الناس بتتبعهم، يبقى ده نقتله، واللي شره شوية دون هذا نحصره في مكان، واللي شره اقل شوية نقول له اطلع امشي بس ايه واخدين بالنا منك. يبقى كل واحد على قدره. اذا ما فيش في عقوبه تشمل الجميع، لان الجميع مش متساويين في ايجاد الفكر العدائي للاسلام، بل كل واحد على قد ايه على قد حال، اللي القتل يجي، اللي الاخذ اسير يجي، اللي نحصره اللي نراجعه عليه. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله. معنى ان ما عملوش الثلاثه دول ما نخليش سبيلهم، وما دام ما نخليش سبيلهم يدخلوا تحت ايه اقتلوه مش كده، او ايه خذوه او احصروه او اقعدوا لهم كل ايه كل ما. يبقى اول حاجه فيها ايه القتل، القتل دي لمين للقمه. تبقى اذا لما يجي واحد يترك الصلاه بقى ولا واحد يترك الزكاه يبقى ما اداش الثلاثه، تاب ولا ما صلاش، تاب وصلى ولا زكاش، احنا عايزين الثلاثه. فان تابوا هيك واقاموا الصلاه وهذا فخلوا سبيله. اذا ان عملوا اثنين ما نخليش سبيله، ان عملوا واحد ما نخليش اي سبيل، وما نخليش سبيلهم يعني ندخلهم في ايه اقتلوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كلا ايه كل مرصد. وهذا الراي هو الذي اخذ بعض الائمه في ان تارك الصلاه لازم نقتله، ترك الصلاة لازم نقتله، دي آخر حاجة ختم بيها. طبعا معاملة المشركين كانت واضحة، تطبيق سورة التوبة 5 اقتلوهم خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، كل واحد على حسب المكانة بتاعته. أئمة الكفر الكبار بيتبعهم الناس القتل، دول ما فيش أي شيء. التانيين ممكن نأخذه، الأخيز الأسير يعني نأخذه نأسره أو نقعد لهم كل مرصد. المهم هو آمن بسورة التوبة وتطبيقها واقعيا ما فيش أي شك، مثل ما فعلت داعش مع الذين صنفتهم بأنهم مشركون، مثل الإزيديين، خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. نفس الشيء الذي يؤمن به الشعراوي، الجهاد في سبيل الله ركن أساسي عند الشعراوي، ده يتعلق بالمشركين. طب ما رأيه في أهل الكتاب النصارى واليهود؟ خلينا نشوف الفيديو ونكمل. قاتل يبقى الكلام هنا لمين بقى؟ تحديد موقف الإيمان من مين؟ من أهل الكتاب. دك تحديد موقف الإيمان من الكافر. يبقى نجي من المعسكر الثاني نقول إيه؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله
الله لا يؤمن، ده هم أهل الكتاب لا يؤمنون بالله. أي الإيمان الذي يعطي الله جلال الصفات وكمالها. صحيح إله، بس بعضهم قال برضو رب الإله ده له ابن اسمه عزير، ودول قال له ابن اسمه إيه، يبقى ما أمنوش بالله الإيمان اللي إيه؟ آمنوا بالله وجودا ولكنهم لم يؤمنوا بسبحانيات الله تسبيحة، بتنزيه ذاته عن الأشياء اللي إيه؟ وباليوم الآخر. برضو هم يؤمنوا بإن في يوم آخر، إنما مش كما يريد الله أن يكون اليوم الآخر. ليه؟ لأنهم يقولوا ده النعيم كده بالروح، يبقى النعيم بالإيه؟ مش نعيم إيه؟ مش نعيم مادي. إذن النصارى اليهود وسن رسول الله أن يعامل المجوس معاملة أهل الإيه؟ أهل الكتاب. طب كانت معاملة المشركين براءة من عهد وإبعاد عن المسجد الحرام وقتال أن وجدناهم أو يسلموا، فما الذي تغير في أهل الكتاب؟ تغير شيء واحد، وهو إما الإسلام أو الجزية، أي مع استبقاء الحياة، فقتلهم هو اللي ينقص عن الإيه؟ عن المشركين. قال الحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة: إذا كانوا صنا دماءهم، لأن معنى انهم بقوا اهل كتاب والبلاد فتحت فتحا اسلاميا ان الاسلام اصبح قادرا على رقابهم. ما دام قادر على رقابهم اقتلهم ام ابقاهم؟ ابقاهم، فتلك نعمه من نعم الاسلام عليهم. في الحجم تقول صغيره يصغر، وان اردتها في المقام تقول صغر ايه، حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم ايه، وهم صاغرون. دي من صغرة بتاعة المقام بقى، صاغرون يعني يؤدوها أذلاء عن انكسار، عن انكسار مش عن ايه، علو. ليه؟ لأن اللي بيعطي يفهم انه بيدي مال، فلما يفهم انه بيدي مال يبقى هو الايه الايد العليا، نقول له لا فيدي، ما انتش الايد العليا، اليد الآخذة هي الايه، هي العليا، مش انت ايدك العليا. وحتى لو هو جابها يدا بيد كده لازم يجي ماشي ويعطيها وهو واقف، والآخذ للجزية قاعد، والآخذ للجزية قاعد. أهدي معنى إيه وهم صاغرون؟ يعطوها عن صغار. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبقي للإسلام ولأمته جهة العلو. نفس الشيء اللي أمنت به داعش، هو فاكر أنه دخول الإسلام وأنه ما قتلش النصارى وما قتلش اليهود دي نعمة لازم يشكروا يبوسوا إيدهم على النعمة دي، مثل داعش قالوا أنه إحنا ما قتلناش مسيحي العراق. بالعكس، ده كانوا أرحم، أعطوهم الإسلام أو الجزية أو يتركوا مساكنهم، أعطوهم خيار ثالث، ده كانوا أرحم من الشعراوي. الشعراوي لو رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية ما فيش إلا حل ثالث، هو أنه يقتلوهم، لأنه رقابهم بإيديهم، بيصيروا أئمة الكفر رافضين لشرع الله. فالشعراوي أخطر من داعش في دي. إذن هو آمن بنفس ما آمنت به داعش في قتال المشركين وتخيرهم ما بين الإسلام أو القتل، أو يعني ما فيش أي خيار ثالث. الحقيقة هي مش خيارات، الإسلام أو القتل، لكن أهل الكتاب بين الإسلام والجزية كما قال. وبعض المسيحيين كانوا عايشين تحت داعش وبيدفعوا الجزية، البعض بقي منهم. فإذا هو يؤمن بنفس الشيء كما آمنت داعش. ماذا عن اليهود؟ إحنا هنعمل زوم. الشعراوي عمل تركيز خاص على اليهود. اليهود لا أقول الذين يقتلون مثلا أو الجنود أو لا، جنس اليهود، اليهود بصفة عامة، كل من هو من جنس يهودي، من عرق يهودي. ماذا يؤمن الشعراوي تجاههم؟ خلينا نشوف الفيديو. فإذا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض وقد صدق، فإن الله قطعهم في الأرض إيه؟ قطعهم في الأرض أمما. طيب وبعدين يسكنوا الأرض وحيفضلوا مبعترين كده ما لهمش وطن قومي، يقوم يجيب جنود من الجنود الباطل يقولوا لا نعمل لهم وطن قومي، ويبتدوا يعملوا وطن القومي هنا ولا أوغندا ولا مش أو يستقر على أنهم يعملوا وطن في مين؟ في فلسطين، وعملوا لهم وطن. إحنا بنظن إن دي نكاية فينا، لا، إن الله يريد حين يريد أن نضربهم الضربة الإيمانية من جنود موصوفين بأنهم عباد لنا
ما يستطيعش الإسلام أن يجابههم في كل بلد من بلاد الدنيا، أي في الأرض جميعها، نبعد شوية هنا وشوية هنا، لكن إذا أراد الله أن يضربهم الضرب يقوم يجيب في عندهم فكرة التجمع. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي إيه بقى؟ ليسوءوا وجوهكم، اللي هي الأولى دي. فإذا جاء وعد الآخرة يعمل إيه ربنا عشان يجي بليسوءوا وجوههم؟ جئنا بكم لفيفة، يعني جمعناكم في حتة عشان تبقى الضربة موجهة لمين؟ لأن الإسلام ما يقدرش يواجه الإيه؟ العالم كله، ويروح يعمل حرب في كل بلد لهم فيها إيه؟ جالية أو لهم فيها حارة أو لهم فيها حي أو إلى آخره. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي مين؟ اللي هي جت في الأولانية. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، إذن ففكرة التجمع اللي نادى بها بلفور وأيدتها بريطانيا وأيدتها أمريكا وأيدتها الدول كل المعادة للإسلام دي عشان إيه؟ دي خدمة لقضية الإسلام. إيه الخدمة؟ إنه بعد ما كانوا مبعطرين يسكنون الأرض جميعها ولا نستطيع أن نتتبعهم في كل الأرض، يقول لأن يجيبهم لكم هنا كلهم، جئنا بكم إيه؟ فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي الأولى، جئنا بكم إيه؟ جئنا بكم لفيفة. جئنا بكم إيه؟ جئنا بكم لفيفة. يعني الله بدل ما يخلي المسلمين بيترصدوا أو يعني يستهدفوا اليهود في كل بلد، في كل حارة وفي كل جالية يهودية في كل مكان في العالم، هيكون شغل كبير جدا. ده هو يؤمن بالإرهاب، إنه المسلمين لازم يعملوا كده، يتبعوا اليهود في الأرجنتين، اليهود في ألمانيا، اليهود في أمريكا، اليهود في فرنسا، اليهود في كل مكان، يؤمن بده. ده مفروغ منه، لكن هنتعب، صعب جدا نواجههم في العالم كله. فالله عشان يسهل المهمة على المسلمين جمعهم كلهم، فجئنا بكم لفيفة، جمعهم للمسلمين في حتى واحدة، حتى نضربهم الضربة الإيمانية بوم قاتلة، نقضي على إسرائيل من الشرق الأوسط. ده الشيخ المعتدل، نفس إيمان إيران، نفس إيمان كل الجماعات الإسلامية، داعش والقاعدة يؤمنون بضرب كل يهودي. الشعراوي لا يفرق، الناس اللي بيقولوا لا اليهود اللي هم طغاة منهم، اللي هم ظالمين منهم، لا، هو يقول احنا بدل ما نذهب لكل مكان ونضرب جالية او مكان لهم في اي بلد، لا، ربنا جمعهم كلهم لينا في حتة واحدة حتى تكون الضربة مركزة، يعني نضربهم ضربة واحدة. ده مش تطرف؟ يعني البنت لما تكلمت باحترام وقالت متطرف هجمتوها، طب ماذا، كيف تفسر؟ هل مصر اللي بتدافع عن الشعراوي معاهدتها تسمح انه يضربوا اي يهودي في العالم؟ طب ليه انتم منافقين بتعيشوا الحاجتين؟ ما تمزقوا المعاهدات طالما مقدسين الشعراوي وتؤمنوا بانه شيخ معتدل وأنه يمثل تيار الغالب ويمثل مصر، ما تمزقوا المعاهدات واعلنوا الحرب على إسرائيل، ما هي جنبكم جنبكم، يعني ما خلاص. أم هو أنتم ممزقين بين فكرتين، ممزقين بين فكرتين. إذن الجهاد في سبيل الله داعش تؤمن به ضد المشركين، ضد النصارى، ضد اليهود، نفس الشيء يؤمن السارة، نفس الشيء. طب ماذا عن القوانين الوضعية؟ هل يمكن لأي شخص يشرع قوانين وضعية غير الشريعة الإسلامية في الحدود وفي غيرها؟ خلينا نشوف ماذا يقول الشعراوي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض الفساد اللي هو ده أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما هي الحرب أولا؟ الحرب معناها أول حاجة فيها الاستيلاء. معنى ناس بيحاربوا ناس إن دول عايزين يستولوا على أماكنهم، على أشياءهم، على خيراتهم، على أدي أصل الحرب. طب وحاربون الله، إحنا نفهم الحرب بالطريقة إياها دي، والله غيب، قال لك ومحاربته غيب أيضا، محاربته
أول حرب لله أنك تستولي منه على سلطانه. إزاي؟ أم قال لك سلطان أنه مشرع سلطانه، فإن حاولت أن تشرع أنت يبقى بدك تستولي على حقه في التشريع وتخدمته. هذه أول حرب لله. يبقى إذن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يلتفتوا لنفسهم شوية. يبقى حرب ربنا إيه؟ نعمل إيه؟ نستولي منه على خاصيته في التشريع، خاصيته في وضع المنهج. طب ورسول الله؟ قال لك رسول الله كان له أمرين، أمر كان مشهد فيه وكان ياما حربوه بالسيف، يبقى فيه القسم ده. ولما انتقل إلى الرفيق الأعلى أصبح حربه إيه؟ كحرب الله. ناخد السلطة بتاعته التشريعية الثانية ونقول لا نشرع إيه؟ وما فيش ضرورة للرسول ده. وناخد بس إن كان يعني حتى نص ونص، يعني يقولك ناخد من كلام ربنا بس، زي ما الموضة اللي حصلة دلوقتي يقول لك بيننا وبينكم كتاب الله وبس، وهو ما فيش غيره. يبقى ان حاربت زي ما حاربت ربنا، هتحارب مين؟ النبي. وتحارب النبي فيما ايه؟ فيما ترك من قول او فعل او ايه؟ او اقرار. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، دي بقى مظهر سلوكي، مظهر ايه؟ دوك مظهر تشريعي، انما ده مظهر ايه؟ سلوكي. ويسعون في الارض فسادا اي يخرجون الصالح بذاته ايه؟ عن صلاحيته ليكون فاسدا. وقلنا بقى الظرف والمظروف والانسان وممتلكاته. ان يقتلوا بالله، شوف العباره، ما قالش ان يقتلوا، ان يقتلوا. وبرضه في الحكاية التانية أو قال إيه؟ يصلبوا، ما قالش يصلبون، ما قالش تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يقطعوا كلها على التفعيل. التفعيل يعني اللي هو إيه؟ الشدة والتقوية. أما قال لك إيه؟ لأن هؤلاء يجب أن يكون المجتمع الإيماني العام هو القائم على هذا الأمر، فكأن لكل واحد من المجتمع تقتيل، كل واحد في المجتمع، ولكن السلطة الشرعية التي وليت هذا الأمر قامت عن الجميع في هذا الأمر. الشعراوي هو الشيخ تقريبا الوحيد الآن الذي سمعته يقول بأن حد الحرابة ينبغي أن يطبق على من يرفض أن يشرع بالتشريعات القرآنية وبالسنة النبوية. يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، حد الحرابة هو في حق من يضع القوانين البشرية بدل التشريعات الإلهية. هذا يحارب الله ويحارب رسوله، يحارب الله برفضه تطبيق شرع الله لأنه استيلاء على سلطة الله، فهو حرب على الله، وبرفض تطبيق السنة هي حرب على رسوله. إذن الجزاء هو القتل أو التقتيل، كما قال أن يقتلوا أو يصلبوا، التصليب بالتشديد المبالغة، وتقطع أيديهم وأرجلهم، أو ينفوا من الأرض. جزاء من يرفض تطبيق الشريعة هو حد الحرابة، الصلب، القتل، تقطيع الأيدي والأرجل. أليس هذا ما فعلته داعش؟ تخيلوا أن الشعراوي أشد أكثر تشددا من السعودية، من الوهابيين. الشعراوي أكثر تشددا من القاعدة في هذه المسألة. إذن ينبغي أن يطبق على الحكام اللي قاعدين يهللوا للشعراوي وقاعدين يصفقوا ويعتبروه معتدل. هو يقول بأن كل الحكام يستاهلوا حد الحرابة، أن الشعب الذي يرفض تطبيق شرع الله يستاهل حد الحرابة، أن القرآنيين الذين ينكرون السنة يستاهلوا حد الحرابة. وعلى فكرة هو أفتى بحد الحرابة في حق الشيخ أحمد صبحي منصور، أفتى بحد الحرابة في حق القرآنيين.
من يرفض السنة يستاهل حد الحراب. كم واحد سيطبق في حد الحراب من الذين يغنون للشعراوي ويعتبرونه معتدلا؟ إذن في رفض القوانين الوضعية هو يرفض القوانين الوضعية ويطبق بل وينادي تطبيق حد الحراب. الشعراوي أكثر تشددا في الحقيقة من داعش في هذه المسألة. خلينا نشوف شيء آخر، ماذا عن المرأة؟ ماذا قال الشعراوي عن المرأة؟ نشوف الفيديو. ضرب الزوجة في الإسلام. نعم. ضرب الزوجة. أمر الله به أو لم يأمر؟ أمر الله. بس أنا أحن على من خلق منه، لابد أنه عالم إن في حاجات ما تجيش إلا بالضرب. بس الضرب ما يكون كسر ويكون بقى بطح ويكون. يعني في فيديوهات كثيرة عن المرأة، لكن أوضحهم وأكثرهم يعني الذي يقول كل شيء إنه الضرب. هو أنا أكون أحن على المرأة من الله الذي خلقها واللي شرع في القرآن اضربوهن، عدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، اضربوهن موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، إذن لازم نضرب خلاص. يعني أنا مش لكن من غير كسر ومن غير نفس الحكاية. طب الذين يقولون هو شيخ معتدل، أتؤمنون وتدافعون عن ضرب المرأة وتعتبرونه اعتدالا؟ طيب لماذا تقولون أنه بيتهموا الإسلام ظلما وعدوانا؟ إذا كان هذا هو الاعتدال، إذن خلاص. إذا كان الاعتدال هو تطبيق حد الحراب، والاعتدال هو قتال المشركين، وهو قتال الكفار، وهو رفض القوانين الوضعية، وهو ضرب المرأة، ناهيك أنه قال أشياء كثيرة عن المرأة، أنه مش لازم تشتغل، أنه لازم تقعد في البيت، وقرن في بيوتكن يؤمن بها إيمانا قاطعا، يعني نص الشعب نحطه في البيوت ما ينتش لنا أي شيء برا ونحطه بس في البيوت، وما فيش بلد إسلامي سيطبق هذا الكلام. هم عارفين واقعا، هم يعلنون أن الشيخ متطرف، لكن عاطفيا هو معتدل، لكن واقعيا ما تعيشوا، ما تدخلوا نسائكم للبيوت مثل ما قال الشعراوي، ما اضربوا النساء مثل ما قال الشعراوي، طبعا من غير كسر ومن غير دم ومن غير ضرب الوجه وكل الكلام الذي نعرفه. إذا موقف الشعراوي من المرأة موقف واضح، مع ضرب المرأة، مع بقائها في البيت، مع يلبسها الكيسية، يعني نفس الفكر اللي عارفينه في الجماعات المتطرفة مثل داعش. ما فيش، على الأقل داعش كانوا بيشغلوا النساء، على فكرة داعش كانوا بيشغلوا النساء، لكن هو أكثر تطرفا في هذه المسألة. طب ما رأي الشيخ في السياحة وفتح الفنادق وتقديم الخمور للسياح وتركهم على حريتهم؟ ما رأي الشيخ في هذه المسألة؟ خلينا نشوف. حينما أراد الحق سبحانه وتعالى أنه يحرم دخول المشركين البيت الحرام، والمشركين لما يروحوا البيت الحرام ويجوا من كل حتة بقى، ويجوا موسم وبيعملوه موسم اقتصادي، يقعدوا يبيعوا فيه الايه الحاجات ويعيشوا على قفاها طول الايه طول السنه. فلما يجي بده يحرم من المشركين بتوع الجزيره ده الحد يهوب ناحيه الحرم، اهل الحرم ساعه ما يسمعوا الحكايه دي ايه اللي يجي ببالهم؟ ان دول كانوا بيجوا يشيلوا البضائع وبيجيبوا لنا وبيملحن الله. ام قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الله الذي خلق الخلق وحيسمعوا الكلام يعلم الخاطر اللي يجي ساعة ما يسمعوا دي، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ايه؟ هيقولوا ايه؟ هيتخذوا يقولوا الله ما نعيش ازاي؟ نعمل بضايعنا ايه؟ ونعم. قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الله، يبقى أفشهم ولا ما أفشهمش؟ قفش خواطرهم. اهو احنا زي دلوقتي يجي يقول لك يا شيخ بطل الخمر، يقول لك السياحه، ده السياحه بتجيب لنا فلوس قد ايه يا سلام.
نقول له كنا نحط له كده وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. طب ما يمكن لما تعف عن الخمر دي ولا تعملهاش للسياحة يمكن ربنا يفجر لك بالبترول من اللي انتوا عمالين تعرقهم وكل المهندسين الأكفاء عمالين يمكن يجيب لكم عين بترول تكفيكم الحكاية دي. واحنا هنعلم ربنا يعمل لنا ايه؟ انما احنا عايزين نقول لك لا ده احنا بنساعد ربنا في رزق الناس. ها؟ بنساعد ربنا في ايه؟ في رزق الناس. السياحه ده بتجيب لنا قد كده وقد كده وقد كده، وبعدين تلتفت تلاقي عايزين ينشئوا برضه مؤسسات سياحيه ويعملوا مش عارف فيها مش عارف. الله الله الله، وان واحد يا عيني له دين ولا له ذمه ولا له حاجه وامتنع عن تقديم خمر في اي مؤسسه يعملوا له اشكالات ومش عارف ايه، نقول لهم يا ناس افهموا عن خالقكم وان خفتم انا عايزين يكتبوها يوفط يا اخي ويحطوها للناس كده، وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. تنتهي المسألة. لعل آية من هذه الآيات تمس قلوب الحاكمين أو قلوب من بيدهم الأمر ليلتفتوا إلى الله الذي يرزقنا جميعا. طب الذين اللي عادين الله الله عليك يا شيخ ما تعملوها في مصر البلد اللي يعيش من السياحة، ما تعملوها واستنوا يفجر لكم بير بترول، استنوا يعني استنوا يفجر لكم بير بترول، مع العلم انه حتى بير بترول مش حينفع في الايام اللي جايه لانه كل السيارات هتكون الكتريك يعني في انرجيز ثانيه. وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله من فضله، ما تخافوش، امنعوا السياح وامنعوا القمور وعلى ذمه الشيخ ربنا هيفجر لكم بير. كان هيموت الشعراوي ومصر تموت معاه والبير راح في يعني ما فيش اي شيء. طب ما هذا هو الاقتصاد الاسلامي بتاع الجماعات الاسلاميه. هو داعش ما منعتش الخمور ومنعت السجائر ومنعت كل شيء، وصار سعر الخمور ازداد وصار كل شيء في العالم. السعوديه منع الخمور وكلنا نعرف انه في خمور تصنع داخلا وتهرب. ما هو كل البلدان الاسلاميه في سياحه في ايران الان، في سياحه في ايران، ما هو كل اللي طبقوا الكلام ده انحدروا إلى الهاوية. موقف من المرأة موقف داعش يساوي موقف الشعراوي، ما فيش فرق بين الاثنين. ضرائب على الخمور في مصر حصيلة الضرائب 80 مليون دولار. روحوا عند قبر الشعراوي خدوا 80 مليون دولار. لو تعتقدون، إذا كنتم تعتقدون أن الشعراوي ليس بمتطرف، رجعوا 80 مليون دولار وامنعوا الخمور وحتشوفوا ايه اللي هيحصل للسياحة في مصر. السياحة اللي دخلت 12 مليار ايرادات السياحة في مصر، لو حابين مصر تنزل الى الهاوية الى القعر طبقوا كلام الشعراوي. اللي قاعدين يطبلوا للشعراوي والازهر والمطبلاتية من كل مكان، لو كنتم فعلا تؤمنون بكلام الشعراوي طبقوه على أرض الواقع، فإذا لم تطبقوا فأنتم فعلا تؤمنون بأنه متطرف وقولا تجاملونه بالعواطف. معتدل لكن حنبيع خمور. طب في شيء آخر، ماذا عن التبرع بالأعضاء؟ ما رأي الشيخ الشعراوي في التبرع بالأعضاء؟ خلينا نشوف الفيديو. خلق وجعل وملك أيضا، أي بجعله لك السمع والبصر بعد الخلق، لا تعتقد أنه جعلها لك ولكنها ستظل أعضاؤه ملكه، يبقيها على حالها، يخطفها، يصيبها بآفة، يعطلها. مالك، مش أنت مالك؟ يجب أن يتنبه الذين يدعون عاطفة الإنسانية لخلق الله فيخلعون عينا ليضعوها في إنسان، يخلعون كلية ليضعوها في إنسان، يخلعون طرفا ليضعوه في إنسان، ويقول له تبرع، يقول لك لا مش تبرع، شري، لا مش شمتي، يقول لك لا مش شري، تبرع بس ما ياخدش تمني، تقول له لا شري ولا تبرع. ليه؟ لأن التبرع بالشيء فرع الملكية له، وبيع الشيء فرع الملكية له، وما دمت لا تملك ذاتك ولا أبعاضك ف...
فلا يصح أن تتصرف فيها لا بالتبرع ولا بالبيع. وإذا كنت ممنوعا من ذلك وهي أبعاضك وذاتك فلا أن تكون ممنوعا على من يرثك، وإلا يبقى ورث مالك وورث جسمك، يبقى يدي كليتك لواحد ويدي عينك لواحد ويدي ودنك لواحد، نقول له لا. هذه الآية ترد عليكم جميعا، لأننا بأبعاضنا وزواتنا لا نزال ملكا لله، ولا يتصرف الإنسان بالتبرع ولا بالهبة ولا بالشراء ولا بالبيع في شيء لا يملكه. إذن الذين يدعون العاطفة الإنسانية ده هيموت ما تركبتلوش كلية، نقول له يا أخي وهل تمنع الموت بيدوها وكليته معه؟ عايزا ما تمنعش يا أخي، سيب المسائل كده وتأدب مع الله، افهموها هو الله خالق والله جاعل والله مالك، وما دام هو مالك فلا تبرع بشيء من ذاتي لأحد. فإن خيل والدم ماذا تقولون فيه؟ نقول الدم يعوض، يشرب له كباية ليمون يعوض كباية برتقان كباية عدس. وإذا كان الرسول قد حرم على المرأة أن تأخذ خصلة من شعر امرأة أخرى لتصل بها إيه؟ شعرها، فلعن الله الواصلة والمستوصلة. إذا كان الشعر وهو نام مخلوف يحرم رسول الله أن يأخذ من بعض ليوضع في إيه؟ في بعض. فقولوا لأهل دعاة الإنسانية لا تكفروا بالله، لا تقولوا ذلك حلال وقولوا هو حرام. إذن نقل الأعضاء أو التبرع بالأعضاء كفر، كفر حرام، ولا تكفروا بالله حرام. ليه؟ لأن محمد قال لعن الله الواصلة والمستوصلة في الشعر، في الشعر. إذا كان في الشعر الذي ينمو من جديد ممنوع التبرع به، فكم بالأحرى في الأشياء الأخرى. لاحظوا أنه يستخدم منطقين، في الدم قال أن الدم يعوض، ما هو إذا كان حرام علينا التبرع بأعضائنا لأن الله هو مالك الأعضاء فالله هو مالك الدم، بنفس المنطق. لكن هو بيغير المنطق لما يجي عند لأن الدم يعوض، ما هو الشعر يعوض. مش فقط متطرف، متطرف وما فيش مخ، متطرف وما فيش منطق، متطرق ما عندوش لوجيك، ما فيش شيء يطبقه معيار يطبقه. لا حرام لأن ذاتك ليست ملكا لك، حرام الدم لأن الدم ليس ملكا لك، حرام الشعر رغم أنه ينمو من جديد، حرام الدم حتى لو كان نعوده من جديد، نفس المنطق. لكن هو بيتلاعب. طب الأعضاء، هل في مصر لا يتم نقل الأعضاء؟ ما هو في مصر تنقلون الأعضاء وتتبرعون بالأعضاء. في قوانين منظمة، لكن تؤمن يعني على الواقع لا تطبقون كلام الشعراوي. إذن هو متطرف ولا مش متطرف؟ جاء الشيخ عبد الله رشدي الأزهري ودافع عنه، قال ده رأي. لا ده مش رأي، ده مش رأي شخص عام في الشارع ملوش أي قيمة، ده حرم، ده شيخ أزهري معروف له سلطة، كانت الحكومة المصرية أعطته واحدة من أعلى السلطات في البلاد، ما حدش كان يقدر يتكلم أمام الشعراوي، كان عنده منبر دائم في التلفزيون الرسمي. ده مش رأي شخص عادي، فإذا كلامه يحاسب عليه. طب الناس اللي ماتوا لأنهم سمعوا لفتوى الشيخ روحهم على من؟ ده رأي. طب الناس اللي ما تبرعوش وبسبب عدم تبرعهم مات أشخاص، ذنبهم على مين؟ ده رأي. طب في العالم في 100,800 حالة نقل أعضاء تتم في العالم كل سنة، 70,000 تقريبا كلية تتم في السنة، 70,000، 20,000 كبد في السنة، 5,400 متعلقة بالقلب، 3,400 بالرئة، 2,400 بنكرياس. طب ماذا نفعل؟ هذه حسب أرقام منظمة الصحة العالمية. طب لو استمعنا لفتوى الشيخ
كل الذين يزرع لهم قلوب وكل الذين يزرع لهم رئة أو كبد، لا دول حرام، دول رايحين النار أصلا. اللي فعلها الطبيب اللي فعله، والشخص الذي تبرع والشخص الذي تلقى التبرع، ده مش تطرف. ده حتى داعش ما آمنتش بهذا الكلام، حتى داعش ما علمتش هذا الكلام. ده هو واحد من أكثر المتطرفين. خلينا نشوف آخر فيديو في هذه الحلقة، ماذا عن علماء الغرب اللي قدموا لنا حتى الميكروفون اللي كان يخطب منه الشيخ الشعراوي، والكاميرات اللي كانت بتسجله، واليوتيوب اللي بنشوف عليه اليوم فيديوهاته. ما رأيه في علماء الغرب؟ خلينا نشوف الفيديو. وشركة سئلت أنا في سان فرانسيسكو، أنتم تقولون أن العلماء الذين ابتكروا كذا وابتكروا كذا في راحة الإنسانية وتخفيف ويلاتها يدخلون النار؟ كيف يدخلون النار وهم فاعلون؟ فقلت له، قل لهم للمترجم الذي هو الدكتور محمد عبد أماني، كان وزير الإعلام، قلت لهم قل لهم إنما يطلب الأجر من ممن تعمل له، يطلب الأجر ممن تعمل له. فهل فعلوا ذلك لأن الله في بالهم إيمانا به، أو فعلوه للإنسانية كما يقولون؟ فعلوه للإنسانية، وقد أعطتهم، خلدتهم كتبا، وخلدتهم تماثيل، وخلدتهم ذكرى، وخلدتهم حد. ولذلك يعطي القرآن لنا صورة على من عمل لغير وجه الله، يقول لك دول أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، يعني فوجئ بوجود شيء لم يكن في باله. يبقى إذن الإنسانية أعطتهم، ما يطلبوش بقى من الله، لأنهم ما كانش في بالهم مين؟ ما كانش في بالهم الحق سبحانه وتعالى. ولكننا نقول أيضا أن هؤلاء يعتبروا من جنود منافعنا نحن، يشكون ويتعبون ويبتكرون ويكتشفون، واحنا برضو نستفيد، فهم كالمطايا يعملون لنا اللي احنا عايزينه نستفيد، نستفيد منه. هم كالمطايا نركبهم، يعني كالمطايا نستفيد منهم. وكانوا يتكلم سان فرانسيسكو اللي هي السيليكون فالي اللي كل شركات التكنولوجيا منها الآن. فالذين يؤمنون أن الشعراوي وغيره من المسلمين يركبون، اللي اخترعوا لينا تويتر، واللي اخترعوا الفيسبوك، واللي اخترعوا يوتيوب، واللي اخترعوا جوجل، واللي اخترعوا الآيفون، واللي اخترعوا الساعات الجديدة، واللي اخترعوا، أليس هذا هو التطرف بعينه؟ أليس هذا هو التطرف؟ إذن الشيخ الشعراوي، أنا أترككم أن تحكموا بأنفسكم، هل فعلا كان متطرفا أم الناس افتروا عليه؟ هل أسماء افترت عليه أم الناس أرادوا أن يعاقبوها لأنها تجرأت وقالت رأيها بعد ما شافت الفيديوهات؟ وما عرضناه في هذه الحلقة شيء بسيط مما قاله الشيخ، أشياء كثيرة. هذا غيض من فيض. وأنا عارف ناس كثيرة تكلمت في هذا الموضوع، لكن هذه الحلقة هي ملخص لما قاله الشعراوي. لا فرق بين الشعراوي وداعش، بل هو أكثر تطرفا من داعش، والشعراوي كان يصلح أن يكون مفتيا لداعش. ألقاكم في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.